سامر مسرور اليوم. ارتفع منسوب الماء في النهر بسبب هطول الأمطار البارحة، ولذلك ينطلق الطوف بأقصى سرعة ممكنة. عصام، سوف نعوض كثيرا عن تأخيرنا إذا استمرينا بهذه السرعة. أنا أتضور جوعا، يجب أن نأكل يا سامر. ليس الآن، سننزل قبل وقت الغداء. أنت تقول هذا دائما. عصام، ادفع بقوة، الطوف سينكسر. أعرف ذلك. إذا صدمت الشجرة بالطوف ستسحقنا. هاي هاي، هنا هنا، انظروا هنا، أنا بحاجة لمساعدتكم. لابد أن الماء دفعه، هيا لنساعده. هاي هاي يا سيد، اربط الحبل بشيء إلى جانب النهر. هاي ابتعد، ماذا تريد؟ بوبي 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 ابتعد ابتعد من هنا. بوبي اي 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 ابتعد. بوبي كفى، كف كف عن هذا. هاي ابتعد، هيا، لا احب الكلاب. وبعدها فقدت السيطرة على دفة المركب بسبب العاصفة ليلة أمس، ثم حدثت أضرار في المركب أدت إلى فتح ثقب في القاع. وأين ذهب الآخرون؟ هربوا على متن قوارب. وقعت عن قارب منهم، لكني وصلت إلى هذه الجزيرة بعد أن تعلقت بقطعة خشب. حقا نجوت بأعجوبة. سامر، المزيد من الحبوب. بالمناسبة، إلى أين تذهبان؟ إلى المستشفى في آخر النهر. والدتي مريضة جدا هناك. مريضة في المستشفى؟ هذا يذكرني بأمر هام جدا. وما هو؟ ستذهبان إلى آخر النهر، ها؟ أجل. يا صغيرتي، لن أستطيع أن أحضر لك الهدية. فقدت الهدية؟ لقد تركتها على متن السفينة. اشتريت الهدية على أمل أن تتحسن ابنتي عند رؤيتها. لا تحزن يا سيدي، يمكنك اصطحابنا إلى آخر النهر وسنساعدك في البحث عن حطام السفينة. متأكدان؟ أجل طبعا. شكرا جزيلا، أنتما لطيفان جدا، شكرا. هيا. يا هدية العزيزة، أنا قادم إليك. سيدي، لم نصل بعد؟ لا، لم نصل بعد يا فتى. لقد تعبت، لما لا تمسك أنت بالمجذاف؟ أود ذلك، لكني لا أستطيع القيام بأي جهد لأني مريض. يبدو أنها ستمطر، ساقي تزعجني كثيرا في هذا الطقس. حركة الماء سريعة، لابد أنها تمطر فوق منطقة مجرى النهر. انظروا، إنها السفينة. إنها محطمة. قرب الطوف من السفينة، هيا انتبه لذلك. لا يوجد مشكلة. حسنا، تعال. تعال. آسف. تعال إلى هنا سامر. لا، سأنتظر هنا،
أحس بوجود شبح ما بالداخل. سترى شبح بوضوح أكثر إذا بقيت هنا لوحدك. صح، سأرافقكما، انتظراني. لا تخف. لا تخف سيدي، سيدي ساعدني أرجوك. إيه حسنا أنا قادم، أنا قادم. كدت تقع عن سطح المركب. شكرا يا سيد، شكرا عصام. كيف حال ساقك؟ تؤلمني فجأة ثم تتحسن فجأة أيضا. إنها تمطر في أعلى النهر ومستوى الماء يرتفع، ستغرق السفينة إذا لم ننهي مهمتنا بسرعة. هيا اهدأ ولا تكن عجولا. هل سندخل إلى هنا؟ لا تقلق، هيا بنا. هذا رهيب. أنت دائما خائف يا سامر. أنا أشعر بوجود أحد هنا، لنرجع. هيا يا سيدي أسرع لنتوغل. لا يوجد شيء، رأيت شيئا كنار متوهجة، لابد أنه شبح. شبح سخافة. اش اصمت، انه مصباح بيد انسان. ماذا؟ سابحث هنا. حسنا يا اخي، وسابحث من هنا. يوجد احد هنا، ساذهب اتحقق. هاي عصام. سيدي يوجد هناك رجلان في الداخل. لابد أنهم لصوص. ماذا سنفعل الآن؟ ماذا سنفعل؟ حسنا عندي فكرة ممتازة. لا أستطيع أن أجده. ابحث بدقة أكثر. وجدته. ماذا؟ زجاجة؟ إنها زجاجة مرة الطعم. لقد سمعت صوتا يا أخي، أنا سمعت صوتا. إنها مخيلتك فقط. أخي أيها الأحمق، إنها تبرق. أخي نعم. هذا أنتما هنا، هيا نهضى هيا. سيدي لقد رأينا أشباحا. نعم أيها الزعيم، لقد أخافونا. الزعيم؟ غبيان، لست شبحا. أنت على قيد الحياة. أنتما على قيد الحياة، حاولتما الحصول وحدكما على كل شيء. لا مستحيل أيها الزعيم. هل وجدتما الكنز؟ ماذا تقصد؟ لا تدعي عدم المعرفة بشيء، أنا أتحدث عن التمثال الذهبي. إنه لص، لنهرب من هنا. هيا انتظرا. لن ترحلا، لن ندعكما ترحلان بعد أن رأيتما وجوهنا. تبا. ها كم كنتما غبيين. إذا خدعتنا ببساطة. لا تتحدث معه هكذا، إنه الخطاف زعيم اللصوص. لا أحد في مدينة المرج يجهل الخطاف، فاصبط. قلت ان ابنتك مريضة؟ كاذب غشاش مخادع. عندما ارى كاذبا اتأكد انه لص، ولكني لم اكذب حين قلت لكما اني جئت الى هنا من اجل التحفة الذهبية التي سرقناها من البيت القريب لمنبع النار. تعال.
أخبركما بالقرار أبدا. بعد أن عرفتماني على حقيقتي يجب أن تساعداني على إيجاد التحفة الذهبية. يا لك من لئيم تخدع صغار خطاف. هنا كنت أجلس في هذه الغرفة وقد وضعتها في فتحة صغيرة تحت السرير. أنت هل تغوص؟ لا أنا لا أسبح أبدا. جوجل سيهتم بهذا الأمر. فطلبت منا صاحبة المنزل أن نرحل عنها، وبعد ذلك أصاب المرض والدي ووالدتي. ماذا حدث لوالديك بعد ذلك؟ لم يقبل أي طبيب فحصهم لأننا فقراء لا نملك مالا، لذا توفي بعد طول مرض. كم أكره الفقر. لكن كيف اجتمعت معه في العمل؟ لقد رماني صاحب المنزل في بيتي وكنت أتضور من شدة الجوع، فجاء الخطاف وأخذني معه بعد أن كنت أنام في الشارع. سيدي هل وجدته؟ الممر تحت الماء. لا أنا ولا هو نسبح جيدا. أنت الآخر هل تسبح تحت الماء؟ لا. هل تمزح؟ أوصاني والدي بعدم تعلم السباحة لطوال حياتي. ماذا؟ أنت لا تسبح مثلنا؟ ليس بيدنا حيلة. ماذا سنفعل الآن؟ هل سننتظر حتى ينخفض الماء؟ إذا وجدنا التحفة سنعيش حياة كريمة دون السرقة. أنا أريد أن أكل لحم البقر الشهي. إنها الريح. الريح هبت من جديد. لا ليست الريح. مياه النهر ترتفع بسرعة. من الأفضل أن تغادر السفينة الآن. يا إلهي السفينة تغرق يا خطاف. ذكي، لن تتمكن من خداعي بسرعة. لن أغادر هذا المكان قبل أن أجد التحفة يا ولد. أنا لا أقول لك إلا الحقيقة. لن نخرج من هنا إلا مع التحفة، فهمتما؟ صحيح يا خطاف. لا يفهمون الوضع. سأغوص وأحضر التحفة. أنا ماهر جدا في السباحة صدقوني. ماذا؟ سأغوص في النهر. هل أنت متأكد؟ أنا متأكد، ولكني لن أفعل ذلك مجانا. حسنا. عصام لا تساعد هؤلاء اللصوص. سامت سأنضم إليهم. سنغرق تحت الماء مع السفينة وهم ينتظرون طويلا دون فائدة. لا لا تفعل. أنت ولد ذكي. أنا أحب حياة اللصوص يا خطاف وأنوي الانضمام إليكم. اسمع، لقد ساعدتني كثيرا منذ رأيتك لأول مرة، لكنني لم أتوقع أن تنفعني في موقف كهذا. دع الأمر لي. آسف سامر، ولكن يبدو الأمر مثيرا جدا. أحب أن أكون فردا في العصابة ونكمل الرحلة إلى نهاية النهر. لم أكن أعرف أنك شرير هكذا. هيا بنا يا فتى. إنها في فتحة في السرير. فهم؟ سأرسل لك إشارة حالما أجدها. يجب أن أسرع. أنا أثق بك يا فتى. هل أنت بخير؟ هل وجدتها؟ أنا أبحث عنها الآن. اصبر قليلا، يجب أن أسرع. يا إلهي لا تلتصق بي. لكن يا خطاف، ربما الصغير على حق فيما قاله، ربما السفينة تتعرض. أحمق، هل تريد أن تخيفني؟ على الأقل سنصبح أثرياء. انتهيت. السقف يهبط ببطء. أصبح الأمر صعبا للغاية. يا إلهي
يا خطاف، مستوى الماء يرتفع. أعرف. إنها الإشارة يا خطاف. صنان، اسحب الحبل. أي أي، هل أنت بخير؟ لقد وجدتها. أجل التحفة، قمت بعمل رائع يا فتى، الآن سنغادر. استخدم هذا. أسرعوا أسرعوا. الموت يتخطر. الخطر أيها الخطاب. يا إلهي، لن نتمكن من الخروج أبدا، إنه مقفل. سامر يا سامر، سامر. لا أريد أن نغرق ونخسر التحفة. أسرع، هيا أسرع أسرع، أخرجوا. أسرعوا إلى مكان أعلى، هيا. الطوف ينجرف مع الماء. يا إلهي، الطوف يبتعد والخطر كبير. أعطني التحفة بسرعة يا خطاف، وإلا قضي علينا. هيا. لا، لن أفعل. ماذا تقول؟ هل تريدنا أن نموت جميعا؟ أنا لا أريد أن أموت أيها الخطاف. أجل أرجوك، لا أريد أن أموت. أجل. أحسنت. هيا اذهب إلى هناك. بوبي، امسكه جيدا بفمك. بوبي، لف الحبل حول الصارع عدة مرات. هيا ساعدني. أرجوك يا بوبي، استدر حول الصارع. أرجوك استدر بسرعة. نجحنا، والآن اربطوا الحبل على أجسامكم جميعا. هيا هيا يا سامر. والآن دورك يا خطاف. ولكن نحن لا نسبح. لا تتردد بهذا الشكل، ستغرق السفينة. حسنا. اسحب. هيا. هاي، نسيتم شيئا هنا؟ لا تنسى أن الله أنقذنا. أعد التحفة إلى أصحابها وابدأوا حياة جديدة، ولا تكونوا لصوصا. لعله كان درسا مفيدا. يا لها من مصادفة، علمتماني درسا رائعا. هل تعتقد أنهم سيكونون بخير يا عصام؟ ربما يا سامر. انظر، بوبي يعرف إن كان الشخص لصا أم لا. حقا؟ إذا لقد أخذت هذه من السفينة. يا لعملك السيء سامر، كيف فعلت هذا؟ آسف آسف. بوبي لا يعرف إن كنت لصا.
انطلقنا في طريقنا مرة أخرى، وتبين لنا مدى تأخيرنا رغم إبحارنا بالسرعة القصوى يوم أمس. آسف سامر، لكن يبدو أننا سنكمل رحلتنا.